رجعنا ليكم طبعا. يعني كل ما بنتفرج على فاتن أمل حربي بنبقى سعداء. انتصار الدراما للمرأة المصرية هو انتصار وعي، وعي بالمجتمع وإزاي نقدر نقدم مشاكل كتيرة جدا، مش بس للمرأة، المرأة يعني تعني الأسرة، يعني المجتمع. خلينا نناقش القضية مع ضيوفي اللي مشرفيني. الضيوف طبعا دول مهمين جدا، لأن احنا هنتكلم على الدراما ونتكلم على القانون. فالناقدة الفنية دعاء حلمي، مساء الخير يا فندم، منوراني. ميرسي يا فندم. وأيضا يبدو انه كل اللي هيناقش القضايا دلوقتي هيبقى اسمهم فاتن. فاتن عريف، الخبير القانوني والباحث في قضايا الأسرة المجتمع. مساء الخير يا تونة. مساء الخير. فواضح ان ده هيبقى الفال الحلو الجديد، يعني ننتصر ان شاء الله. ننتصر باذن الله. هبدا بدعاء. يمكن انا وانت التقينا قبل رمضان واحنا بنتكلم على الدراما واهميتها في تشكيل الوعي. رايك ايه في مسلسل فاتن امل حربي واللي قدر يقدمه فعلا للدراما وللانتصار اللي حققه؟ هو الحقيقة أن هو قدر يسلط الضوء على معاناة المرأة في دهاليز المحاكم بشكل عام، وده كان شيء ملفت وشيء جيد. فكرة قضايا مختلفة ومتنوعة، مش بس قضية واحدة، ده أضاف لقيمة العمل ده. احنا الحقيقة كمان ان احنا بقالنا اللي أطلق الشرارة دي الرئيس السيسي تقريبا من 3 سنين لما قال عام المرأة، ومن ساعتها والدراما لو تلاحظي وهي مسلطة الضوء على المرأة وقضاياها. يعني تأخر سن الزواج شفناه في إلا أنا بشكل بأشكال وتنوعات مختلفة، شفنا المطلقة وتعامل المجتمع معاها في زي القمر، شفنا قضايا النفقة. لا الحقيقة أن احنا بادئين ورا كل باب، فالإرهاصات كانت بادية من بدري، وكان في نفس الوقت في التوازي نقدر نقول البرلمان المصري وتغييرات قوانين الأحوال الشخصية. فالحقيقة أن احنا لا، الحكاية بادية من بدري شوية. هل هنا قبل ما أعرف الشق القانوني، هل هنا الذكاء من صناع الدراما ومنتجي الدراما أنه يبدأ يدور على مشاكل خلف الأبواب المغلقة؟ يعني كل بيت عنده مشاكل كتيرة، والمرأة اللي بتروح ل 16 و17 قضية علشان بس حياتها مش ماشية في البيت، هل ده كان ذكاء من صناع الدراما؟ بالظبط، ان هم التقطوا الخيط والتقطوا ان هو فكره عامل المراه، يبقى اذا نهتم بيها انها مش مجرد ورده مكمله زي ما كنا بنشوف في الدراما دايما، تبقى هي الزوجه، تبقى هي صديقه البطل، تبقى هي السنيده بمعنى اصح. فان احنا نعمل سبوت لايت عليها، أو تبقى الزينه الحلوه اللي موجوده. بالظبط، الضحكه اللي في الفيلم والتروى يعني. لكن ان انت تسلطي عليها، لا هي بتعاني فيها قضايا من غير نقدر نقول صراخ او تشنج. لا المواضيع كانت الحقيقه، المسلسلات في الفتره الاخيره دي كانت هايله بخصوص المراه. يا حقيقه هروح بقى للشق القانوني. يعني فاتن عريف، وواضح ان كل واحده اسمها فاتن دلوقتي هتبقى دايما بطله. فعايزه اعرف منك، يعني احنا المشاهدين كلهم تابعوا، الناس اتخضت الحقيقه من كم القضايا اللي بتتعرض ليها المراه في محاكم الاسره بشكل كبير جدا، وكان هي ما عندهاش حاجه. يعني اي ست عندها مشكله، ما هي عندها حياة، وزي ما شفنا المسلسل بين الأسرة والأطفال والتعليم. فإزاي تقدر تعيش حياتها الطبيعية، تاخد حقوقها أمام كل القضايا دي؟ طيب هقول في البداية حضرتك أن طبعا تحية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، لأن هو مهتم بشكل كبير جدا بقضايا المرأة ودور المرأة وأهميتها في المجتمع. لن تقوم أي دولة فيها تنمية حقيقية إلا حضرتك لما مشاركة المرأة فيها. فإطلاق 2017 لعام المرأة، بعدها حضرتك كان تم إطلاق استراتيجية 2030 لتمكين المرأة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، وكان أهم حضرتك بند فيها هي حماية المرأة من جميع أشكال العنف. طبعا أنا بشكر حضرتك جدا أن أنت ألقيت الضوء النهاردة على هذه القضايا، وفي ظل حضرتك قيادة سياسية مؤمنة بدور المرأة في المجتمع وحقها أن هي تعيش حياة سوية. ولازم أن احنا نسعى جميعا، سواء كمؤسسات مجتمع مدني أو حضرتك أحزاب أو حتى أعضاء مجلس نواب، على أن احنا نعمل على استقرار الأسرة. لن تستقر الأسرة إلا بوجود قانون يا حضرتك يكون يهتم بالأحوال الشخصية، يكون فيه حضرتك الاهتمام الأول هي مصلحة الطفل. حضرتك قلتي على السيدة علشان إزاي إن هي تاخد حقها. أيوة، قضايا كتير جدا. أنا عايزة أقول لك، يعني إحنا شفنا مع نيلي كريم، مع فاتن أمل حربي، يعني قضية الولاية، قضية الحضانة، قضية التعليم، قضية النفقة. يعني هي تعيش في المحكمة بقى، أوضة كده جنب المحكمة وتقعد تشوف القضايا.
طبعا المسلسل ده حضرتك تقريبا ركز بكل قوته على معاناة المرأة في أروقة المحاكم، من أول ما بيحصل خلاف ما بينها وما بين الزوج، والزوج إنه هو حضرتك بيستعمل حقه على إنه هو بيطردها من منزل الزوجية، من أول ما بيستولى على المنقولات بتاعتها، من أول ما بتلاقي نفسها هي موجودة في الشارع هي وبناتها وبتعاني معاناة كبيرة مع بناتها، على أساس إن هي عايزة توقفهم على أرض صلبة وتثبت لهم إن هي قوية وإن هي تقدر تحميهم. كل المعاناة حضرتك اللي هي شافتها في المسلسل دهيت، أنا عايزة أقول لك إن في عشرات من المعاناة دهيت بتشوفها المرأة في أروقة المحاكم، وخاصة لما بيتم التلاعب بحضرتك بتنفيذ الأحكام. صحيح. يعني أنا حضرتك باخد المفروض عندي بيبقى عندي نفقة، والنفقة دهيت لازم تساوي القيمة الحقيقية للحياة الاقتصادية اللي احنا بنعيشها. ما ينفعش دلوقتي حضرتك لغاية دلوقتي بنك ناصر بيطلع لي 500 جنيه كنفقة مؤقتة علشان حضرتك ان يتم الانفاق بها على الأسرة. لن تستقر أسرة حضرتك بدون نفقة. لو صح. النفقة ما كانتش تساوي المصروف الحقيقي اللي بالنسبة للأولاد وبالنسبة للأسرة، أنا بحكم على الأسرة دي بالضياع، بحكم عليها بالهلاك. يبقى أول حاجة حضرتك احنا لازم نسلط الضوء عليها هي النفقة. طيب إيه كمان؟ طول الإجراءات القانونية طبعاً. اللي هي لأن شفنا مشهد كمان، لو تفتكروا شفنا مشهد برضو لإحدى السيدات في المسلسل اللي جت تنزلت قالت أنا مش عايزة قضايا، أنا هرجع له هتحمل الظلم والمهانة لأن ما بقاش معاها فلوس بالظبط تكمل. من كتر المعاناة كمان اللي هي عانتها والضغوط النفسية اللي المجتمع كمان يعني كمان كان ليه دور كبير جدا في أنه هو يعني يضغط عليها نفسيا، فهي يعني ضحت بحياتها على أساس أن هي حضرتك تقيم فوق. أكيد. أنا عايزة والمشهد كان شغال دلوقتي على الشاشة أمام القاضي، هل أقدر أقول أستاذة دعاء بأنه كمان الدراما انتصرت للقضاء؟ لأنه أنا كمان القضاء أحس أنه يعني طول الوقت، وطبعا فنان خالد سرحان أجاد الحقيقة في دور القاضي، لكن هو كمان مكبل بقضايا وبأوراق وبرول بتاع المحكمة، وطول الوقت مش قادر يساعدها لأنه القانون ما فيهوش اللي يقدر يساعدها. فهل نقدر نقول هو مش إنصاف فقط للمرأة ولكن كمان للقضاء اللي بيبذلوا هذا المجهود مع مئات القضايا في يوم واحد؟ ده هي. والحقيقه فكره ان هو مكبل بالقوانين، لان برغم ان حصلت محكمه الاسره احنا كنا فين وبقينا فين، برضو الاستاذه تقدر تصلح لي ان احنا قبل محكمه الاسره كانت المعاناه اكبر بكتير. أكيد. فمحكمه الاسره سهلت كتير، بس كمان لازم لا نغفل ان برضو وده موجود في القانون الجديد. الحقيقه القانون الجديد هايل وعظيم، ومش ممكن نغفل مجهود النائبه نشوى الديب ونواب كتير من البرلمان اشتغلوا على المشروع القانون اللي بقالهم 3 سنين شغالين عليه، تقريبا 200 مادة في فكرة الطلاق الشفهي، في فكرة النفقة، في فكرة مدة التقاضي. الحقيقة أن القانون أظن أن هو هيبقى منصف للرجل والمرأة، لأن برضو في رجال طبعا مظلومين برضو في فكرة الرؤية. صحيح. وفكرة الولاية. صحيح. وفكرة أهل الأب أن هم من حقهم، هي الأحوال الشخصية كاملة للأسرة. صحيح. طيب خلونا نروح أيضا لعلم الاجتماع. أستاذة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للمرأة، خلينا نعرف رأيها. مساء الخير دكتورة نسرين. مساء النور، أهلا وسهلا. دكتورة، أنا عضو المجلس القومي للمرأة. أهلا وسهلا بيكي. وأستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. أهلا وسهلا بيكي. يعني دكتورة نسرين، يعني خلينا برضو يعني ناخد من يعني أستاذيتك لعلم الاجتماع ووجودك كعضو بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضو المجلس القومي للمرأة، خليني برضو أعرف من حضرتك الآن ما قدمه المسلسل. يعني في أيضا بعض المشاهد شفنا فاتن والمجلس القومي للمرأة كمان يعني يقدم مساندات، يعني أول مرة نعرف كمان أنه في مكان تقدر تقيم فيه المرأة بعض الشيء، يعني بعض الوقت علشان تحل المشكلة برضو. طب هتسمحي لي حضرتك هقول بعض المقولات الرئيسة ثم أعرج على السؤال. فضل. أولا طبعا المجلس القومي للمرأة بيتقدم بخلص شكره وتقديره من رئيسة المجلس لجميع الأعضاء لفخامة رئيس الجمهورية الذي قدم تصريحات رائعة فيما يخص مداخلة بأحد البرامج التلفزيونية لمناقشة قضايا الأسرة وأمان الأسرة وجودة الحياة.
المسألة الرئيسية اللي احنا لازم نتكلم عنها عن الفن باعتباره ظاهرة اجتماعية. صحيح. بيعمل ايه الفن؟ بيعيد رسم الخريطة الاجتماعية، وده من خلال عرضه لبعض الحقائق والوقائع الاجتماعية اللي بدورها بتحدد طبيعة العلاقات بداخل المجتمع، وبالتالي هو بيكون في كثير من مواضعه مؤشرا نحو بعض من الأزمات والمعاناة اللي بيكبدها الأفراد من خلال التشابك يعني في طرح المشكلات ومن خلال الحياة اليومية. أيضا أن الفن بمفهومه العام هو أحد دعائم التغيير والذي يحدث تنمية، وبالتالي هو أحد المصادر الرئيسة في تشكيل وعي الأفراد. يعني هذه القطعة الدرامية أدت إلى يعني نوع من تحريك المياه الراكدة في العديد من القضايا اللي يمكن أشار إليها فخامة رئيس الجمهورية. إحنا بقالنا 40 سنة بنتكلم في هذا الموضوع. صحيح. فقد آن الأوان إن إحنا نبتدي نطرح هذه القضايا. وعلى فكرة عايز أقول لحضرتك، لما الإنسان بيشوف مشاكله على الشاشة وبتتجسد قدامه غير سريعا جدا رجعنا نكمل مع ضيوفي الاعزاء عن موضوع فاتن امل حربي. هاخد يعني رد سريع جدا منكم عن الكتابه والاخراج. يعني مثلا عايز اعرف منك يا دعاء، يعني شفتي ازاي يعني توزيع الشخصيات والادوار في المسلسل؟ يعني المخرج ازاي قدر يقدم كل الشخصيات دي؟ هو الحقيقه ان المخرج محمد العدل الحقيقه دي منطقته، هو بيجيد جدا شغل الدراما، يعني دايما بيفكرني وهو كمان متاثر جدا بالعظيم عاطف الطيب. هو بيفهم او بيستسيغ الجمل الحواريه وبيستسيغ الشخصيات، بيدرسها بشكل عميق. فالحقيقه ان محمد العدل مخرج ذكي، مخرج شاطر، بيعرف ازاي يقدم الدراما بتاعتنا زي حضرتك بتقولي، قدر يقدم المراه كمان مبهجه بيها. يعني نيلي كريم كانت مبهجه، صوت ورده في الخلفيه، بعض المشاهد اللطيفة، كان في كوميديا لطيفة، يعني قدم الموضوع بشكل بجد لطيف. وهي نيلي كريم هي منطقتها، هي دي المنطقة الآمنة بتاعت نيلي كريم. هي بتجيد التعبير عن أحاسيس المرأة، والحقيقة أن شفناها في ذات وشفناها في سجن النساء، هي مبدعة في منطقة الدراما. فالحقيقة أن محمد العدل هو بيعرف إزاي يبين لنا ويبروز لنا الدراما بشكل جيد. فاتن عريف طبعا لو المخرج كان عارف كنت دخلتي في الكاست على طول. أستاذة فاتن، عايز أعرف منك القلق اللي كان موجود على القاضي، يعني بما أنك خبيرة قانونية، القلق هل قدر يترجمه صح المخرج للمشاهد؟ أنه كمان إحنا شفنا القاضي في حالة مش عارف يبقى معاها ولا ضدها، مكبل بقوانين، يعمل إيه؟ هو طبعا الجانب الإنساني هو جانب مهم جدا، لأن القاضي في الأول وفي الآخر هو إنسان، ولكن طبعا هو شايف طبعا معاناة أم ضحت بحياتها، ضحت بوقتها، عندها معاناة نفسية وعندها معاناة اقتصادية وعندها معاناة بالنسبة لبناتها. فكونوا أنه هو حضرتك مكبل هو كمان بالقوانين، كونوا أنه هو حضرتك مكبل بالعدد الكبير من القضايا اللي موجودة عنده، لأن لما يوصل الرول حضرتك ل 350 موجودين طبعا، هو شخص حضرتك واقف المفروض ان هو بيستمع لكل القضايا دهيت، وعليه ان هو يحكم بالعدل ما بين القلق ده وصل لك؟ يعني قدر المخرج يوصله فعلا؟ دي حقيقه. وكمان خلف الكواليس بقى، بعد حضرتك ما بيطلع من المنصه القضائيه وبيدخل الحجره المدوله، الجانب الانساني بتاعه اللي بيظهر صحيح فيها، وخاصه لما حكم عليها ان هي تاخد يوم حبس، فقال لها اصدقاء انا يعني انا يعني اتورطت في حاجه زي كده او ان انا كبرت الموضوع، فابتدوا ان هم كمان يدخلوا معي على ان هي فعلا الظروف هي اللي اضطرتها ان ممكن تخرج عن شعورها. صح. نتيجه المعاناه والضغوط النفسيه اللي هي كانت موجوده. مزبوط. وفي نفس الوقت حضرتك في المشهد اللي احنا شفناه وهي بتتكلم بتقول لهم هو انتوا شايفيني؟ ايوه صح. يعني انتوا شايفين وحاسين بالمعاناه اللي انا أيوة. اللي انا كلهم بيتكلموا وكان مش لا احد يسمع. بالزبط. طيب خلونا بقى، بما ان معانا عين المخرج القويه دي، خلينا نقول ان المخرج محمد العدل طبعا مندو زي ما بيتقالوا على طول، محمد العدل قدر ينتصر بالدراما وبالكاميرا للمرأة المصرية. المخرج محمد العدل معايا على التليفون. مساء الخير.
دور زي حضرتك. اولا خلينا نحييك على هذا المسلسل الرائع اللي قدرت بجد، مسلسل صعب، انت بتتعامل مع محكمة الأسرة، بتتعامل مع قضايا، بتتعامل مع مادة درامية فيها شوية من الجفاء، لكن ازاي قدرت تعدي كل ده ونصل الى هذا النجاح ويتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية؟ يعني اشكر حضرتك طبعا على الكلام اللي حضرتك بتقوليه في حقي وفي حق المسلسل. يعني الحمد لله احنا حاولنا نعمل حاجة حقيقية، نعمل مسلسل من قلب الواقع المصري، من قلب حاجة حقيقية بتحصل دايما بقضايا المرأة ومشاكلها مع القانون. والحمد لله احنا اجتهدنا قدر الإمكان ونزلنا صورنا في الأماكن الحقيقية وحاولنا نعبر قدر الإمكان بالتفاصيل الحقيقية بتاعت الشخصيات والأماكن عشان توصل للناس يعني، وتوفقنا الحمد لله. اختيار شريف سلامة، لأنه شريف سلامة كان غايب شوية عن المشهد، فأنا بعتبر أن ده من الذكاء أن أنت تجيب كمان، يعني ما كناش متوقعين وجود الكيمياء الكبيرة بين شريف سلامة وممثل كبير وهايل مع نيلي كريم. والله شريف أنا بشوفه ممثل شاطر جدا وعمل أدوار قبل كده في أعمال كتير كويسة، يمكن مش واخد حقه شوية، مش واخد اهتمام إعلامي أو مش واخد اهتمام أدبي شوية ونقدي من عند الناس. صحيح. لكن الحقيقة أنا بشوفه أنه ممثل كبير وهو محتاج فرصة ومحتاج حد بس يبقى مصدق في إمكانياته يعني. صحيح. فأنا كنت حاسس أنه يليق جدا على الدور وأن أقدر أطلع منه الصورة اللي إحنا في الآخر اتفرجنا عليها دي. وهو الحقيقة أنا بشكره لأن هو اجتهد اجتهاد غير طبيعي، يعني الراجل كان بيذاكر لحد آخر لحظة ومش والمسلسل كان بيتعرض وإحنا كنا لسه بنصور، وهو شايف إنه ناجح ما كانش بيكسل، كان بيجتهد أكتر عشان يحاول يوصل أكتر ان الناس تبقى مبسوطه بيه. فانا بحييه شريف ومبسوط جدا لنجاحه حقيقي، ان شاء الله هينورنا هنا في التاسعه. هو الحقيقه كان مبدع. انا كمان عايزه احييك ان انت قدمت لنا ايه زي نقدر نقول دراما قصيره، يعني قصص كده قصيره اللي هي قبل التتر، ودي كانت مفيده لان هي عرفتنا طريقه جديده وعرفتنا حياه نيلي كريم او فاتن عامله ازاي، يعني هي ليه قررت تاخد الموقف ده بالظبط. لان احنا اصلا بنفتح المسلسل في اول مشهد ان الست دي بتتطلق، فانت ملحق احنا كجمهور ما كناش لحقنا نشوف هي ليه فاتن دي عايز تتطلق وليه مشيت الرحله دي انها عايز ترفع قضيه عشان تغير القانون. كان طبيعي ان احنا نحاول نشوف مكان تاني، يعني زمن تاني نتفرج منه على علاقتها بسيف وايه اللي حصل في حياتها يعني. فاختيار فكره الافانتر دي او المشهد القصير اللي هو كل يوم ده فكره المؤلف، فكره استاذ ابراهيم عيسى. واحنا عملناها الحمد لله بشكل كويس يعني، قدرنا نوصلها يعني. اكيد كان في مناظرات كمان بتحصل سواء في المحكمه، يعني يعني المشهد اللي لسه كنا بنتكلم عليه وهي بتقول لهم انتوا مش شايفيني، ده من المشاهد المهمه جدا لان ده كان في صلب مساله القانون انه ما حدش بيسمعها. بالظبط بالظبط. هو عموما يعني قبل توجيهات السيد الرئيس من يومين لان بنبتدي نشتغل على قانون احوال شخصيه جديد، طبعا بشكره وبشكر شركاء الاستجابه وحاسس بفخر كبير انه ممكن يبقى المسلسل له دور حاجه زي كده ولو بشكل بسيط، فدي حاجه تسعدنا وتشرفنا كلنا. هل كنت متوقع يعني انتصار الدراما لقانون الاحوال الشخصيه وايضا اهتمام السيد الرئيس بالتعليق على المسلسل، وايضا هو كمان سند، يعني هو كمان طالب الازهر الشريف والبرلمان ان هم يبداوا يراجعوا قانون الاحوال الشخصيه؟ الحقيقه هو موقف عظيم جدا من السيد رئيس الجمهوريه لانه في الاخر احنا المسلسل خلص من 7 ايام عرض، فدي سرعه استجابه كبيره وحاجه تسعدنا جدا انه الفن يبقى له دور في تغيير واقع الناس وفي التاثير في حياتهم، ولو نقدر نحسن من واقع حياه الناس يبقى شيء ظريف جدا. فبنشكره طبعا بشكل كبير وسعيد جدا ان قدرت اعمل حاجه ولو بسيطه تحسن وضع الناس يعني. ايه اكتر حاجه كنت خايف منها في المسلسل؟ يعني المسلسل سهل وصعب، يعني ايه اكتر حاجه كنت خايف منها؟ كنت خايف من فكره ان قضايا المراه في مشاكل الستات مع قوانين الاحوال الشخصيه دي والطلاق والحضانه والنفقه دي حاجه كومن جدا، حاجه موجوده في البيوت تقريبا اغلب البيوت المصريه عندها المشاكل دي. صحيح. التفاصيل بتاعه القضايا والتفاصيل بتاعه الشخصيات اللي خارجه من الطبقه المتوسطه اللي زي فاتن واللي زي سيف، لو تفاصيل حياتهم وطريقه كلامهم ومشيهم وشكل بيوتهم والحاجات اللي هم بيعملوها مش شبه الناس، المسلسل زي ما حضرتك قلتي كده هو سهل وصعب لكن في الاخر الناس مش هتصدقه. طبعا. كان طبيعي ان انا احاول انزل اجتهد جدا ان التفاصيل تبقى حقيقيه وان انا اصر مثلا ان احنا نصور في الاماكن الحقيقيه
مش عندنا ديكورات، شقق حقيقيه واماكن حقيقيه وشوارع بجد وكل حاجه بجد، فده اصعب بكتير. بس محاوله مني ان انا احاول اوصل المسلسل ان الناس تصدقه وتحس ان ده واقعهم. كانت اكتر حاجه بتسعدني لما اقابل ناس او اشوف ناس بتكتب على السوشيال ميديا انا فاتن، احنا حكايتنا زي فاتن، احنا صحيح. انا حصل لي الموقف ده، انا حصل لي كذا، ده كان بيسعدني قوي، يعني بحس ان فعلا قادر انقل الواقع الحقيقي للناس دي، وده دوري يعني. أكيد. كمان يحسب طبعا للكاتب الأستاذ إبراهيم عيسى الكتابة والتنوع وتناول الدين طبعاً. كمان كان في كمان لفتة لطيفة إن إحنا ما شفناش فاتن بكل مشاكلها ما ظهرتش كئيبة، يعني كانت لطيفة بتلعب ولادها رياضة، قصة الحيوانات، وجود صوت وردة في الخلفية في الغنى، يعني كان في بعض الحاجات خليت العمل إنساني يعني، ودي إضافة أيضا من عين المخرج. طبعا طبعا، اضافه كمان من المؤلف، واحنا كنا عاملين شخصيه انها ست قويه في عز حتى المحن وفي عز الصعوبه، بتحاول تبقى بتدي عطاء لاولادها، بتحاول تبتسم في وشهم، بتحاول تقول لهم هننجح هنوصل، فهي ست قويه. بتتعرض لازمات رهيبه جدا، بيتعرض لها ستات كتير جدا في المجتمع العربي عموما، لكن في الاخر هي ست صلبه يعني، وقدرت توصل لحقها في الاخر، وده المهم اللي احنا عايزين نوصله، انه تقدر توصل في الاخر للحاجه اللي تستحقها يعني. اختيار الاسم، اختيار الاسم طبعا، لان معايا الخبيره القانونيه فاتن عريف، انت عارف كل الستات دلوقتي اللي عندها قويه هيبقى اسمها فاتن. اختيار الاسم كان استاذ ابراهيم ولا كان بالمشاركه؟ فاتن امل حربي. استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم، ما كنتش مستغرب الاسم ده؟ لا، هو طبعا وقع على الودن في الاول، تحس ان في حاجه يعني مش طبيعيه كده يعني، طبعا امل ده اب ولا امل ده امل، يبقى امل فاتن حربي مش فاتن امل حربي. لكن الحقيقه لما اتناقشت معاه او فهمت هو عايز يقول ايه، فلقيت انه اسمه معبر جدا، ومع الوقت ابتديت اخد عليه، ابتديت احبه اكيد. طبعا كلنا حبيناه. المخرج محمد العدل، انا بشكرك شكرا جزيلا، الف مبروك، ودايما يبقى عندنا مخرجين لهم العين الفنيه وعين الوعي في ان هم يقدموا للناس حاجه بجد تقدر تساعدهم في الحياه. بشكرك شكرا جزيلا المخرج محمد عدل. الرؤيه الاخيره اللي تحبي تقوليها عن المسلسل ده؟ موضوع إن بقى كله ان احنا طول الوقت محتاجين دراما من قلب البيت المصري، حتى لو بشكل لايت. احنا شفنا ليه لا مثلا، كان مسلسل لطيف جدا لامينه خليل والمنه شلبي. احنا قضايا المراه عموما، لان انت في الاخر ده الجمهور المستهدف. مين في الاخر اللي قاعد في البيت بيتفرج؟ هو الزبون بتاعنا، زبون الدراما. الجمهور المستهدف او التارجت اودينس هو الست المصريه، فبالتالي وهي دي اللي بناء عليها بيتحط الشركات الاعلانات، بتحط السمنه والزيت وبتحطها هي نفسها، هي بتعلن عن الحاجات دي كلها بالظبط. فاحنا لو فضلنا عنينا عليها بفكره ان احنا نقدم لها حاجه لايت ونقدم لها حاجه كوميدي، هي بالذات هي المعنيه بالقضايا بتاعتنا، فبالتالي ده شيء جيد جدا ان احنا تفضل عنينا كده على الجمهور بتاعنا. استاذه فاتن، رايك بقى، انت شايفه كده ان الخطوات هتغير الدنيا خالص لما يخرج قانون الاحوال الشخصيه من غير عوار ويبقى قانون قوي؟ بتمنى. انا بس عايزه اضيف كمان ان القوى الناعمه لها تاثير مباشر، وتاثير قوي جدا جدا، على ان انت تطرحي القضايا بتاعتك بشكل حضرتك لايت، في نفس الوقت ان القضايا دهيت هي فعلا معاناه كل بيت مصري. هتلاقي حضرتك كل بيت عنده مشكله ما، سواء كان حضرتك اللي تم طرحها او اللي هيتم طرحها. طبعا انا بتمنى يكون في قانون الاحوال الشخصيه في انصاف واستقرار للاسره المصريه، وهعيد تاني، استقرار وانصاف للاسره المصريه، لان الاسره هي نواه المجتمع، صحه الاسره صح المجتمع، ولازم ابص على العامل الكبير جدا والهدف الاكبر، ان انا ازاي ان انا احمي الولاد دهوت واخليهم ان هم يعيشوا حياه مستقره كريمه، يحافظوا على مدرستهم، يحافظوا على صحتهم، يحافظوا على كيانهم، يحافظوا على وجودهم، واهم حاجه ازاي ان انا احافظ على سكن امن يكون ليهم، ازاي ان هم يحيوا حياه حضرتك كريمه بنفس، ما تكونش النفس دهيت فيها نوع من التعقيدات او نوع من العنف اللي هتاثر عليهم فيما بعد، وبالتالي هتاثر على المجتمع فيما بعد. ده اكيد ان شاء الله. كمان حاجه تانية برضو يعني 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 قبل الختام لازم نقولها، لانه هذا المسلسل مش موجه فقط للمراه زي ما قلنا، خلينا نتفق، احنا شفنا كمان دور الزوج يعني، وكان في تعريه كده لنوع التربيه،
يعني التربية كمان اللي هو النرجسية ما هي برضو هنا. إذا كنا احنا عايزين إنصاف للمرأة كمان عايزين المرأة كمان وهي بتربي تاخد بالها، لأن هي اللي بتعد رجل صحيح. المستقبل للأسرة بالزبط. فرأيك إيه في شكل المرأة، لأن هو ظلم أمه في الآخر؟ ده حقيقي، لأن هي كمان كانت سوء التربية زي ما حضرتك قلتي. أنت بتربي أجيال، فأنت لازم تاخدي بالك أن أنت مش بتربي ابنك، أنت بتربي جوز الست دي، أنت بتربي أبو ولاد هيجوا في المستقبل، فبالتالي هي دايرة وهتصب في الآخر عندك. هي شربت من كاس التربية الغلط الأم. بالظبط بالظبط. فهي الميزة أن الحقيقة أن المسلسلات غالبا غالبيتها حاليا يعني فكرة الدراما العرضية ودي الحمد لله، أن زي ما حضرتك قلتي دور الأم مؤثر معاكي وفاكراه. الأول كان الأم تظهر اللي هي أكلت شربت، دورها برضو للأسف كان بيبقى هامشي ومهمش صحيح. جدا صحيح. لكن أنت الدراما السنة دي الحقيقة، وده اللي قلناه ساعتها، أن كان في دراما بشكل عرضي، عشان كده كان في هجوم جديده بشكل كبير جدا، كان في سواء في فتره امل حربي او في المسلسلات كلها، ان انت تشوفي جزيره غمام في تجديد خطاب ديني. فانت الحقيقه ان المسلسلات السنه دي كانت لمسه بيوت. هنا كنت عايزه اسالك سؤال مهم جدا، لانه احيانا برضو احنا امام دوله واعيه. انا بشوف ان دولتنا يعني طبعا عندنا يعني سيد الرئيس يعني سند للمرأة زي ما بنقول، بس ده من الوعي الكبير، لأنه المرأة في البيت هي نص المجتمع، وهي أحيانا المجتمع، هي اللي بتربي زي ما بتفق، هي اللي بتقف جنب جوزها، هي اللي بتسنده، وهي اللي بتصنع الأولاد اللي هياخدوا العجلة بتاعة البلد لقدام. فهي في مصنع في البيت، في مرأة وفي رجل. فأعتقد أنه الدراما لما تتناول ده والدولة بالذات تهتم بده بنبقى سعداء، لان هو ده اللي احنا عايزينه يعني. بالظبط. طيب خليني اسالك كده، لو رجعنا مثلا لما شفنا فاتن امل حربي تذكرنا سيده الشاشه طبعا فاتن حمامه وامينه رزق، والمشهد ده اريد حلا في اريد حلا ايضا كان في انصاف كمان وقتها للمرأة. وقتها قلنا لما شفنا انبسطنا، لما شفنا فاتن أمل حربي قلنا هل تنتصر فاتن أمل حربي بعد تكمل مشوار أريد حلا؟ دي حقيقة، لأن أريد حلا حضرتك هو وضع يعني وضع كل المعوقات اللي بتحصل للمرأة المصرية في أروقة المحاكم. ما كانش فيه محاكم متخصصة، فأصبحت بعد كده هو في قرار للمحاكم المتخصصة. قعدت 4 سنين تعاني في المحكمة علشان تصل فيها إلى حريتها، وبجرة ألم أو بكلمة من القاضي على إن هي تعاد القضية مرة تانية، يعني 4 سنين كمان من عمرها. ده كان له تأثير كبير جدا على إن احنا يبقى في حضرتك قانون الخلع. قانون الخلع هو قانون حضرتك فعلا أنصف المرأة بشكل كبير جدا، وخاصة لفئات مثقفة من المجتمع بتصل فيها لمرحلة إن أنا عايزة أسيب كل حاجة بحيث إن أنا يعني أحصل على حريتي. أمينة رزق كانت، أنا بعتقد أن النموذج ده اللي لازم قانون الأسرة يبص للنموذج ده. صح، وهو كان فيه نموذج السيدة اللي قعدت 35 سنة من عمرها في خدمة هذا الرجل، وبعد كده هو ما بقتش حاضنة ولا لها حضرتك، ما بقتش شابة في نفس الوقت، هو تم الغدر بيها. بس شوفي الزمن، الزمن كمان مختلف. يعني في أريد حلا كان هذا الموضوع مطابق لزمنه، في مسلسل فاتن أمل حربي القصة بتاعت السيدة أيضا اللي راحت للقاضي وقالت له مش عايزة أكمل من كم القضايا، لأنه ما بقاش عندها لتصرف حيل. أنا عايزة أقف هنا عند الخطاب الديني في المسلسل، وده كان شيء مهم جدا. يعني يمكن أيضا اللي هي فكرة أن احنا شفنا من المؤسسة الدينية 2 من الشيوخ نماذج والاثنين من الشباب، يعني بنتكلم على بكرة، يعني الشباب اللي هم واختلافهم واختلاف آرائهم. ده استعمل السوشيال ميديا وأخذ مصلحته وبرضه ظلم المرأة، والتاني اتعلم من المرأة زي ما قال وقف جنبها للنهاية. شفتي ازاي ده في الدراما؟ يعني هل هو خدم؟ هل هو كان مباشر؟ هل هو كان واقعي؟ هو الميزه ان احنا قدمنا سلبيات وقدمنا ايجابيات، عشان فكره ان احنا كنا دايما بنبين الشرير فقط. لا، في كل وظيفه وفي كل مهنه، وبالذات المهنه الحساسه جدا دي، ما نقدرش نطلق الاحكام على هواهنها كده ونقول ان اللي ظالمنا الدين الاسلامي. لا، الحقيقه ان الموضوع ملوش علاقه بالدين الاسلامي، الموضوع قانون بحت. بدليل ان احنا في فاتن حمامة أو أريد حلا إحنا ما شفناش مشهد يخص أي شيخ. أنا متضررة من القانون اللي وضعه دوت مسيحي مسلم بوذي، أنا ليا أن القانون ده هو اللي بيضايقني،
صحيح. فبالتالي أنا كنت خايفة من فكرة المباشرة زي ما حضرتك بتقولي، بس طالما قدمنا سلبي وإيجابي يبقى الكفة نوعا ما اتعدلت. فالحقيقة أن احنا بنشوف ده حتى في مجتمعنا، احنا بنشوف أيوة لأنه مش معنى أن أنا في مؤسسة دينية أن كلنا ملايكة. بالزبط. يعني كلنا كل مكان في الاثنين، يعني اللي ممكن نجتهد ونتكلم فيه. وهي فكرة أنا شايفة أن في جرأة في أنك تطرحي وتتكلمي ويبقى عندك مش شجاعة بالمنطق والعقل. ما هي ده فكرة أن برضو كتاب الدراما التقدوا ده أو التقطوه من الرئيس السيسي فكرة تجديد الخطاب الديني. فالحقيقة أن تم ده بمنتهى الذكاء وبمنتهى النعومة في أكتر من مسلسل. فهو ده الفكرة، أن أنا أبقى ذكي، أبقى عارف إيه اللي بيهم المواطن المصري دلوقتي، فنتعشم أن يبقى جرعة تجديد الخطاب الديني تنتقل هي كمان للأزهر ونشوف ده بشكل أكبر وأكتر فعالية يعني. طيب أنا برضو يعني هنا هسأل إنه استعمال المحكمة، محكمة الأسرة طول الوقت ووجود الشكل ده اللي الناس بتعرفش عنه كتير. دي حقيقة. محكمة الأسرة أنا عايزة أقول لحضرتك اللي هو الشكل اللي هو ظهر بيه ده هو، يعني أنا شابوه للقائمين حضرتك على المسلسل إن هو صورة مستنسخة من اللي بيحصل فعلا في محكمة الأسرة. كم المعاناة من أول ما حضرتك ما بتروحي مكتب التسوية علشان خاطر إن هي عايزة تعلن، طيب التحايل داخل محكمة الأسرة إن هو يغير العنوان بتاعه، التحايل حضرتك من الزوج على إن هو يغير الذمة المالية بتاعته، فإن هو لو بيملك مجموعه من الاشياء بيبتدي ينقلها لوالدته، يبتدي ينقلها لاخته. طبعا ما دي التحايلات الكتيره. هستاذنك ناخد بس هذا الاتصال مع الدكتوره منى امين مستشار برنامج وعي. مساء الخير دكتوره منى. مساء الخير جميعا. مساء الخير على الساده. اهلا بحضرتك، اتفضلي. الحقيقه انا كنت متابعه الحلقه، طبعا هو المسلسل عامل زخم كبير على مشاكل الاسره والاثر المشكله بتاعت فاتن امل حربي على الاطفال، وازاي شفنا كل ده. الحقيقه ده حاجه احنا بنقول شابوه فعلا للمسلسل. انا بس كنت عايزه اوضح ان كان في الحقيقه الدكتوره نسرين هي اتكلمت على مراكز الاستضافه. مظبوط. وفي كمان على دور المجلس القومي للمراه ودور وزاره التضامن. انا بس كنت عايزه اوضح مراكز استضافه المراه المعنفه هي الحقيقه المراكز دي بتتبع وزاره التضامن الاجتماعي. تمام. وتم انشائها عشان تخدم الفئات الاولى بالرعايه اللي هم بيضموا طبعا النساء المعنفات والاطفال اللي هم بيعانوا من هذه المشكله. الحقيقه يعني احنا بنشوف ان الخدمات دي احنا كوزاره هم دي الفئه الاولى بالرعايه اللي احنا بنستهدفها ضمن طبعا مع مشاكل الفقر والمشكلات الاخرى. تمام. مراكز الاستضافه الحقيقه احنا النهارده كان عندنا واقعه مهمه جدا. الحقيقه كان في سيده وهي ليست مصريه، هي جزائريه. أيوة. والوزارة الحقيقة يعني كانت عندها مشكلة إن هي متجوزة واترمت في الشارع هي وولادها، نفس القصة اللي إحنا لسه شايفينها. مظبوط. وتم نقلها إلى أحد مراكز الاستضافة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي علشان يقوموا بتأهيلها ومساندتها، لأن إحنا كمان في مراكز حتى السيدة الغير مصرية ساعات بتتحط في الوضع ده وبتبقى مش عارفة بقى تتصرف إزاي. الحقيقة المراكز دي يعني إحنا شايفين ان هي النهارده الناس لما بتعرف اكتر بتبقى عايزه الخدمه اكتر، يعني تمام. احنا كوزاره معنيين بان احنا نوصل للفئه دي، عندنا رؤيه متكامله للعنف الاسري بشكل عام وليس فقط اللي هو المرتكز على بس المراه، لان زي ما شفنا الاطفال كمان هم بيبقوا ضحايا في هذا الشان. لا اكيد هو الحقيقه انا بس كنت عايزه فضل. اعمل التوضيح ده طبعا، بس ده توضيح مهم جدا ان في برضو الخدمات عند وزاره التضامن الاجتماعي عشان لو حد يحب ان هو يوصل للمراكز دي يتصل او يصل لوزاره التضامن الاجتماعي. انا بشكرك جدا الحقيقه على هذه المداخله الكريمه دكتوره منى امين مستشار برنامج وعي بوزاره التضامن الاجتماعي، لانه كمان الدراما قدمت يمكن لاول مره كمان حتى المراه تتابع بانه في اماكن ومراكز، ولو ان عارفه انتم بتشتغلوا ده بيبان كتير في الاعلام، بس الدراما لما بتخلق الراي العام ده وبتتكلم وشفناها وهي مقيمه ما هي وأولادها والخدمات اللي بتقدم. فأنا الحقيقة بشكرك أولا على المداخلة وعلى أنه كمان اهتمام الدولة المصرية مش بس بالمرأة المصرية، بأي مرأة
كانت موجودة عربية أو موجودة على أرض مصر هي تكرم أيضا هي وأولادها ويتم الاهتمام بيها. ده دور مصر الحقيقة. مصر باب كبير، وطن ليه باب كبير ومفتوح لكل الناس. بشكركم الحديث الرائع ده، وأنا سعيدة أن احنا بنتكلم عن حاجة القوى الناعمة زي ما أستاذة فاتن قالت، والدراما المصرية قدرت تقدم لنا حاجة كده ترفع الراس. تنتصر الدراما وتنتصر الأسرة المصرية بأمن وأمان. الناقدة الأستاذة دعاء حلمي بشكرك شكرا جزيلا، والأستاذة الخبير القانوني فاتن عريف، وكل ست دلوقتي هتسمي نفسها فاتن بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الحقيقة هنفضل نقول بأنه طول ما احنا بنشتغل علشان نقدم للناس حاجة تستفيد بيها البيوت وحاجة يستفيدوا بيها الناس، لما تفتح التلفزيون ويبقى موجود في بيتك تبقى حاسس انه اللي بيطلع في التلفزيون ايا كان، منبر اعلامي، تلفزيون، برنامج، دراما، ايا كان، كله بيقدم وعي كبير جدا علشان يفضل المشاهد المصري كريم وعفيف في دولته. تصبحوا على الف خير غدا إن شاء الله مع الزميلة العزيزة دينا عبد الكريم، أما أنا ألقاكم بإذن الله الخميس القادم. شكرا لكم.